بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. هذه الخطبة كان صلى الله عليه وسلم يستفتح بها في كل مجلس من المجالس أو في كل مجمع، وكانت تحتوي على مسائل عظيمة، فيها سؤال الله عز وجل عن دفع الشرور، وأن الله يقيه سيئات أعماله، لأن العمل السيء لا بد من عقوبة. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: أصدق الحديث كتاب الله. الصدق أن يطابق الكلام الواقع، فإذا أخبر عن شيء ثم ذاك المخبر عنه وجد وقع فذاك يسمى صادق، وإن لم يقع فيقال كاذب، خبر كاذب. فإذا أخبر عن شيء يعتقده أنه كذلك فالقول كذب ولا يسمى كاذب، لأنه جاء وفق اعتقاده. فيقول الله عز وجل: أصدق الحديث مما تسمعونه عند الناس، ومما تقرؤونه في الكتب، ومما وصلكم خبره، كله لا يكون صدقه تماماً، فإن صدق في بعضه لا يصدق في كثيره. الله عز الرسول يخبر ذلك صلى الله عليه وسلم لأجل أن يعلمنا أن ما جاء من وعد فهو صدق، ما هي مبالغة ولا قضية أنه يريد جلب الناس كالدعايات المفروغة. فإذا أخبر عن الجنة ونعيمها، وأخبر ما يلقي ما يلاقيه المستقيم في الدنيا من حياة طيبة، وأخبر من بر والديه وعمل المعروف فإن الله يجزيه بذلك حسنات في دنياه، مطعم طيب، وحياة لا فيها منغصات، وبعداً عن الداء وغير ذلك. وإذا أخبر أن الشقي تعس في الدنيا، وأنه يلاقي كروب وهموم، وموعده يوم القيامة أنه يشرب من حميم وغساق، وأنه يلاقي من أهوال في عذاب القبر وفي النار، من صدق بهذه كيف يطمئن يا عبد الله أن يلهو ويلعب؟ وكيف يستسيغ من عاقل أنه يرى هذا ثم يسلك سبل الجرائم؟ لو أخبرك من أخبرك أن كبير القوم في القرية التي أنت فيها يتوعدك بعد 10 سنين أنك لا تبقى، وتعلم أن له المكنة والقدرة في تنفيذ هذا الوعيد، كيف تكون؟ لا بد أن تطير من البلد وتذهب عن ملجأ وتبحث عن ما. الله عز وجل يقول: أصدق الحديث كتاب الله. فإذا أخبرك بالحياة الطيبة لمن تكون، وأخبرك بالشقاء من يكون فيه، صدق هذا يا عبد الله. ثم يقول: وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. الهدي معنى السمت،
والسمت يدخل فيه طريقة الكلام وطريقة الفعال والملبس والمطعم والسلوك مع الناس والسلوك مع الأهل. خير الهدي ذاك الهدي. لا تلجأ يا عبد الله إلى أنك تقول فلان إنما نجح كذا وتلك الأمة إنما فاقت الأمم بحضاراتها، وتعلم أن فيهم فحشاء ومنكر. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أردت هديا سلوكا طيب يقربك إلى الله عز وجل، وسلوك النبي صلى الله عليه وسلم في أخلاقه ومعاملاته وما يفعله، يعني اقرأ السيرة لأجل أن تقتبس. كل من أراد أن يدلك على خلاص من كرب أنت فيه، لذلك تقرأ هذه الشعارات في المجلات وفي الجرائد وفي الإعلانات: إذا أردت حياة سعيدة افعل كذا وكذا، كيف تقتني بيتا لا فيه منغصات، كيف يكون منزلتك الاجتماعية في الناس. ويأتي بأمور بعيدة عن الشرع، بعيدة عن الواقع، لا يحقق المطلوب، سيما إذا كانت دعاية في ترويج بضاعة، إما دواء أو ملبس أو مطعم، فيأتي بدعايات لا صحة لها ولا واقع. ويخبرك صلى الله عليه وسلم أن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يخبرك صلى الله عليه وسلم أن كل أمر شرعي يقرب إلى الله عز وجل هو ما كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم والصحابة. فإذا جاءك أمر آخر قال هذه قربة ولا يعرفها النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة، ابتعد عنها. فإنه صلى الله عليه وسلم يقول: وشر الأمور محدثاتها، الأمور عن الدينية، محدثاتها التي لم تكن في ذاك الزمن معروف. فأيما قربة اقرأ هذه الدلائل، اقرأ هذه الأدعية وليست مأثورة، افعل هذا الفعل، صلي يوم كذا وصم يوم كذا. فإن لم يكن هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقول صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. اقرأ يا عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب شعب الإيمان: باب في طاعة أولي الأمر. فصل في ذكر ما ورد من التشديد في الظلم. وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للمالك من المملوك، وويل للمملوك من المالك، ويل للغني من الفقير. قرأنا هذا الحديث. وعن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول على المنبر: أحرم عليكم مالا ضعيفين، اليتيم والمرأة. هذا الحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول على المنبر. الصحابي لما يأتي بهذه اللفظة الراوي لا تظن أن هذا الكلام حشو، يعني تقول لما يروي الصحابي هذه الحالة، لما لا يتوغل في الحديث مباشرة ويقول صلى الله عليه وسلم: إني أحرم عليكم. هذا من مختصر الكلام وموجزه، لما يقول كان يقول على المنبر؟ الصحابة رضي الله عنهم عرب، وهم بالفطرة يعرفون الكلمة التي تصل إلى القلب فتؤثر فيها، فعرفوا أن قوله كان صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر أنه كان يعلن هذه أمام الناس، ما قالها جواب لشخص يسأل سائل، ولم يقلها لفلان وفلان، إنما كان يعلنها. والإعلان عنها في المنابر يدل على ماذا؟
يدل على أن ما أراد إبلاغه أمر يا عبد الله انتبه إليه، فإن منفعته عامة أو مضرته عامة، ما تخص شخص دون شخص. يا عبد الله إذا ما حبيت تسمع الله يفتح عليك، ولا بد أن أقول هذه الكلمة. حتى اللي يشرب القهوة واللي جالس كذا، شو أخونا دانا أبو عقال منذ أن جلس وواضع، يعني ليش هذا؟ يعني ما عندنا نادي نضحك الناس فيه. يا عبد الله أنا صبرت عليك من أول أنت بتشرب جالس القهوة، كأن هذا المجلس مجلس. الله يفتح عليك، اسمع يا عبد الله. فأعلن صلى الله عليه وسلم من على المنبر هذه الكلمات لخطورة من عمل بها أو خالفها، فيقول صلى الله عليه وسلم في رواية: إني أجرم مال الضعيفين، ورواية أخرى: إني أحرم، هما قريبة المعنى. مال الضعيفين، المرأة واليتيم. لما حرم المال فهم من سياق الكلام أن تحريمهما، تحريم مال هذين الصنفين، هو تبذيرها وإتلافها وأخذها عن المرأة أو عن اليتيم. ما تطرق إلى تنمية هذا المال ولا رعايته ولا حفظه، لأنه قال أحرم، ومعنى لا تقرب هذه. فلما قال أحرم وأجرم دل على أن التحريم والتجريم إنما هو حفظ لمال هذين النوعين. يا عبد الله، إن سلطك الله على هذا المال فرع فيه حق هذين الضعيفين. المال أخذه بطريق غير مشروع وحرام هذا في حق كل الناس، حتى الكافر إن لم يكن محارب لا ينبغي يا عبد الله أنك تتلفه وتؤذيه في ماله بغير حق، فضلاً عن المسلم. لا تجوز السرقة ولا الاغتصاب ولا جحد العارية ولا نكران الدين ولا التسليط على المال، هذا كله حرام يا عبد الله. إذن لما نص النبي صلى الله عليه وسلم على هذين النوعين من الأموال، مال اليتيم ومال المرأة، ثم وصفهما بوصف قال الضعيفين؟ الضعيف يا عبد الله الذي لا يملك دفع المكروه عنه، إما لضعف في البدن أو ضعف في الحيلة أو غير ذلك. اليتيم يسلط على ماله ما يستطيع دفع من أراد ذلك، قد يقهره. وكذا المرأة ضعيفة لا تستطيع أن تقاوم، ولذا أكثر السراق والمداهمون للمنازل والذين يتخطفون في الشوارع إنما يذهبون إلى هذين النوعين. خصهما مو لأجل الضعف، وذكر الضعف هنا لأجل أن يبين أن الوغد الذي يأخذ أموال الناس له القدرة على التسلط على هذين. فقال صلى الله عليه وسلم أحرم مال الضعيفين. تحريم الأموال عامة في المكاسب غير المشروعة وتناولها بغير مشروع، هذا عام مطلق. خص هذين النوعين لأن اليتيم ماله عند ناظر وعند وصي وعند من يتولى أمره، والمرأة ضعيفة، إما أن يكون موكلها توكل عنها رغما عنها، أو في حاجة إليها لأنها من ضعفها لا تستطيع الخروج ولا المجادلة ولا حفظ المال. وأكثر من يتولى أمر المرأة إما الزوج أو ناظرها أو أحد أفراد عائلتها. ثم هناك لا بد من انتباه، الضعيف
ليس معناه ضعيف البنية من الرجال، وليس معناه الضعيف من الرجال الذي ما عنده حاشية ولا عشيرة ولا من يدافع عنه. إنما السبب في تخصيص هذين لأن الولي على أحد هذين النوعين له قدرة على التصرف في أموالهما بحيث أن الناس ما ينكرون. هذا ناظر اليتيم، انظر، قد يخلط ماله بمال اليتيم لأجل أن يستبدل الطيب بالخبيث. قد يكون اليتيم هذا عنده أغنام يرعاها وذاك عنده أغنام، فيدخل هذه في هذه. أنا مثلت بالأغنام، وإلا هي في الأموال، سواء كانت من العد الذي يعد الأموال الحية أو العقارات أو بضاعات أو تجارات. أنا مثلت هذه لتعرف أنهم يستبدلون الخبيث بالطيب، ولا تستبدلوا الخبيث بالطيب، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. اليتيم الولي عليه يتصرف، وتصرفه في الغالب يكون عن غياب الأنظار والمراقبة، ما حد ينتبه له ولا في إحصاءات تدل. وأحياناً قد يكون المال معروف عند الناس، هذه العمارة لفلان وأجرتها كذا، هذا اليتيم، هذا العمارة لهذا اليتيم وأجرتها كذا، أو أنها لهذه المرأة والولي عليها أو عليه يدعي يزعم أنه في العمارة خلل لا بد من إصلاح، وقد يزعم أن المستأجر ما أدى أجرته، وقد يأتي بأمور تنطلي عن الناس فيأكل مال اليتيم. نص عليه لأن هذه القدرة الممكنة في الناظر وفي الولي وفي الوكيل وفي الزوج يستطيع بها أن يستولي على مال المرأة وعلى مال اليتيم، والناس ما تعرف ذلك لأنه أمين ومتصرف. فلما كانت هذه القدرة ما يوجد السارق، لابد أن يختفي، ولا بد أن يأتي بمراقب، ولا بد أن يكون معه الحذر الشديد، لأنه لو عرفه أهل الحي أنه يدخل داراً وهو ليس من أهل الحي ما تركوه، ولو عرفوا أنه يتسلق الجدار من غير الطريق الشرعي أشكوا فيه. فكل هؤلاء تحركاتهم قد تكون يعني مراقبة أو معروفة أو يخشى الناس، الريبة مضطرب دائماً، لكن هذا يأكل مال اليتيم وهو يضحك. من يستطيع يقول في نفسه أن يضبط أمري، وهكذا الزوج إذا سلط على زوجته يأخذ مالها يضيعها يفعل كذا ما يفعل، وما أحد يقول هذا رجل معروف أنه ينفق على امرأته ويفعل معها، يأخذ راتبها وإرثها، وأحياناً يقهرها بأني أخذ أولادك منك أو أطلقك أو أتزوج عليك، فيأتي بأمور يعرف أنها صعبة على المرأة. ما مر عليكم أمثال هذه؟ احمدوا الله أنكم لستم قضاة، وإلا كان رأيتم ما يشيب الهول. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني أجرم، يعني أحرم، مال الضعيفين. وجه الضعف أنهم لا يستطيعان، المرأة يقهرها الزوج يأخذ أمالها بأساليب شتى، إن اشتكت لاقت منه المنكر، وإن سكتت على ضيم حتى يضني عقلها وجسمها. واليتيم ما يعرف، لا يدرك، فإذا شب وكبر، لأن الله عز وجل يقول: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. يقول: هذا مالك، معظم المال تلف، ما بقي إلا القليل. قال: هذا بلغ رشد، هذا مال، فين المال؟ أخذته الزكاة وصرفنا عليه وأنفقنا عليه. فإذا سئلت لما خص النبي
صلى الله عليه وسلم هذين النوعين من الأموال، لأن المشرف عليهما له قدرة في أن يتصرف بالباطل، وقل من يأخذ على يديه أو ينكر ذلك. ولو تتبعتم هذا الأمر نسأل الله العافية والسلامة. إني أحرم عليكم مال الضعيفين، اليتيم والمرأة. اقرأ ما بعده. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابة: دعوة الوالد على ولده، ودعوة المظلوم، ودعوة المسافر. هذا الحديث ضعيف، لكن ورد من طريق عقبة بن عامر رضي الله عنه بأصح منه، واللفظ قريب من بعض. سوى دعوة الوالد على ولده: إنما دعوة الوالد لولده، هكذا الرواية الثابتة. يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات، يعني ثلاثة أدعية تصدر من ثلاثة أشخاص مختلفين، الله يستجيب هذا الدعاء ولا يتركه. لا تفهم من ثلاثة أنها الحصر فيها فقط، لا، إنما نص عليها صلى الله عليه وسلم كما نص على مال الضعيفين. الأموال كلها محرم لغير مستحقها، نص على هذين للسبب الذي بيناه. والدعوات: إذا اتقى المرء ربه وكان مطعمه حلال ومشربه مطعمه حلال ومشربه حلال، ودعا الله عز وجل بإخلاص ولم يكن في الدعوة قطيعة رحم ولا تولي مظلمة لا يستحقها، ولم يدعو على الناس بباطل، فإن الله يستجيب له. إذن لما خص صلى الله عليه وسلم هذه الثلاث الدعوات؟ عرفنا وجه السؤال، أي اقرأ واحدة واحدة. ثلاث دعوات مستجابات: دعوة الوالد لولده. الوالد يدعو لولده، يدعو عليه ويدعو له، إنما جاء هنا بالدعاء له، وكذا إذا دعا عليه، لأنه لا يدعو عليه إلا إذا بلغ منه القهر. الأصل أن الوالد يبلغ به العطف والشفقة على الولد ما لا يوجد في الولد على الوالد، ولذا الولد يعق الوالد ويؤذيه وكذا. فإذا قيل أقيموا حد الله عليه فبكى الولد، يعطف الوالد، يعفو عنه مع السنين مما يلاقيه منه، بخلاف الولد لو أن الأب عطل عنه حاجة وحاجتين، نعوذ بالله، ما تسمعون قصص ما يجري من الأبناء على الآباء. فالله عز وجل يقول: هذا الوالد إذا دعا للولد يستجيب له. ما سبب استجابة دعاء الوالد للولد؟ الولد بضعة منه ويدرك فيه الشفقة، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الأنواع، منها دعوة عامة سواء كافر أو مسلم، ومنها دعوات خاصة للمسلم للمسلم. فلما قال دعوة الوالد لولده، هذا المؤمن يدعو لولده، يدعو له بالاستقامة، ويدعو له بأن الله عز وجل يوفقه للخير، ويدعو له بذلك. هكذا شأن السلف، ويدعون الله عز وجل أن يغنيهم عن خلقه، مو زينا الآن، إنما يمتع الولد وينفق عليه وينمي جسمه لأجل أن يكبر، فلما يعجز الوالد هذا
نظرة من أمل في الحياة لا يقوم بشؤوني ولا ينفق علي إلا هذا، فيضل في السعي هذا، ينفق عليه ويقوم به لأجل أنه لما يكبر ويحتاج هو الذي يقوده إذا عمي، وهو الذي يرفع عنه الألم إذا عجز، وأنه هو الذي يعطيه المال إذا افتقر. هكذا نظرت كثير من الناس، لكن الأمر خلاف ذلك عند الصحابة والتابعين ومن عرف أن الله عز وجل وحده الذي يتصرف في الكون، يغني ويمرض ويعز ويذل، ما في أحد. إذا أراد الله بعبد سوءا فلا مرد له، لو أراد افتقاره والله لا الولد يغنيه ولا غيره، وإذا أراد إمراضه لا الولد يعافيه ولا غيره. فكن يا عبد الله واثق بالله، قلبك معلق به، رجاؤك منه. لا الولد أعطاك الله عز وجل لأن فيه عزا، وهو أنه يؤنسك وتدعو له بالصلاح والاستقامة، لأن طلب الولد لتكثير النسل، وصلى الله عليه وسلم يرغب الأمة في تكثير المؤمنين لأنهم يكونون في ميزان نبينا، يعني حسناتهم في ميزان نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن هذا يكون للأب كذلك، يعني معين على الطاعة وشفيع له يوم القيامة وغير ذلك، فيسر الولد في الاستقامة. لكن إذا كذا كما نراه يسعى عشان يبعثه يتعلم، ما هو العلم الشرعي؟ لأنهم عن الآخرة غافلون. يتعلم، انظر ماذا يتعلم، سواء تعلم ما يفتخر به الناس من هذه العلوم الطبيعية أو يتعلم شيء آخر. منهم من يتعلم الرياضة البدنية، ومنهم من يتعلم الرقص، ومنهم من يتعلم الموسيقى، ومنهم من يتعلم الرواية وكيف يكون إخباري وإعلامي. والناس ذو يعني محاوي شتى، فهذا شأن الناس كما ترونه. ولذا إذا ذهب إلى القرآن أو ذهب إلى السنة الوالد يتمعر وأحياناً ينهاه، فإذا عجز عنه قبله على مضض، يعني قبله والقلب مقهور ما يود، لأن يرى أن هذا السلوك يؤدي إلى فقر، وأن هذا السلوك لا يضيف له حياة طيبة في الدنيا، ونسأل الله العافية. أليست هذه غفلة وطمس نور وقلب غافل عن الله عز وجل؟ لكن الأوائل لا يعرفون حق الولد، ولذا يعلمه الفروسية، ويعلمه الرمي، ويعلمه السباحة، ويعلمه العفة، ويعلمه الكرم، ويؤدبه كيف يكون السلوك. لكن هذا إذا كان في مجتمع وقام الولد يتغنى أو يأتي بقصص قبيحة يسر الوالد ذلك، ويضحك إن ولده ما شاء الله فيه من الشطارة، وفيه ما رأيتم هذه العجائب وما سمعتم بها. نحن نقول هذا لأجل أن أحدنا إن عافاه الله فذاك فضل منه فليحمد الله، وإلا هو يرى في أقاربه ويرى في جيرانه، لا يقول أحد أن ما رأينا. لا يا عبد الله، هذه الدنيا تمخر بمثل هذا. فلما كان دعاء الوالد للولد أنشأه وأنفق عليه واجتهر في آلامه ومرضه وعانى ما عانى، كل من عنده ولد وعرف ما جرى من صغره إلى أن كبر، كم أنفق عليه وكم سهر الليالي في حقه، وكم تعب في إيصاله إلى المرافق التي يتعلم فيها ويعيده. هذا إذا سعى لأجل أن يستقيم الولد، والله عز وجل لا يضيع عليه أجره. ولذا يا عبد الله يوم يتعب ولدك احتسب. إيش معنى احتسب يا عبد الله؟ لا تطعمه فقط عشان ينمو جسمه، احتسب في هذه اللقيمات حين صرفت الدراهم أنك تغنيهم عن الحاجة،
وأنك إذا قدمت المائدة لأجل أن ينتفعوا ويستعينوا بها على الطاعة، وأن تعفهم أن ينظروا في مال الجيران أو غيره، احتسب هذا، فإن الله عز وجل يثيبك. فلما تدعو: يا ربي أصلح ذريتي، يا ربي إن ابنتي بلغت حد الزواج فابعث إليها رجلا صالح، يا ربي إن ولدي نما وبلغ فأنا أبحث عنه من تسد من تغنيه وتعفيه من العفة، هذه الدعوات يا عبد الله مستجابة، لأن الأب يقهر قلبه فينكسر. تعرف ما معنى ينكسر القلب؟ لو كان في البيت أكثر من بنتين، فضلاً عن الأختين، ثم لم يأتهم خطاب، يدخل مهموم ويخرج مهموم، البنت ما تشعر، ثم لا يستطيع السفر والمغادرة بعيد. هذا الكلام قبل وجود الآلات والملهيات التي نراها، هذا أول لما كانوا أصحاب عفة. أما الآن الله أكبر، نسأل الله العافية والسلامة، يغزوك في الدار وأنت لا تستطيع أن تدفع عن نفسك ولا ترفع ما ينزل عليك. فلما يكون الوالد بهذه الشفقة وهذه الحنية ويحاول قدر الإمكان أن يحميهم ويكف عنهم الأذى، فلما يقول: يا ربي ألا ترى أنها خرجت من قلب ضعيف منكسر، واضح هذا؟ انكسار القلب وضعفه في المسألة التي تليها ودعوة المسافر فإن الله يقبلها، استجابوا لها. لما خص المسافر؟ المسافر إما أن يسافر في تجارة أو غزو لإعلاء كلمة الله أو عمرة أو حج أو زيارة من يستحق الزيارة من أقاربه ومشائخه، أو طلب علم أو تجارة مما أحلها الله عز وجل. لما يخرج عبد الله ويغترب، هذه الغربة أنا لا أستطيع أن أصور لك ما قبل، لأن أنت في واقع لو قلت سافر ويتعب تقول هذا في طيارة، ولو قلت أنه في غربة هذه القربة تقتضي أنه لا يستطيع تأمين كل حوائجه، يقول: لا يا أخي الآن معه هذه الآلة يضغط عليها، يعرف السكن الفارغ والطعام الفارغ والمكان. أنا أتكلم حتى ولو كانت هذه، فإن المسافر إذا اغترب عنده مال، إن كان ذهب إلى كذا وكذا يريد أن يقضي حاجته ويعود بشيء من ماله، وإذا كان في تجارة يطلب فضل الله عز وجل، وإن كان في طلب علم فهو يحاول أن يحبس نفسه ويصبرها على المحرمات ويذهب. يلاقي من التعب ما يلاقي المستقيم في هذا العصر مما يلاقيه من المكاره أشد مما كانت قبل وجود هذه الآلات. هذا المسافر منكسر الخاطر، سيما لما كانت على الرواحل والدواب، السفر بعيد الشقة والمكان لا يتأتى فيه سبل الراحة، على ما يجد كذلك من مشقات السفر، سيما إذا كان مع رفاق اضطره السفر إلى مجالسة هؤلاء الرفاق، فتجده في انكسار وأحيان في ذلة. الذلة أنه يسمع من جلسائه كلمات لا تليق، لا يستطيع دفعها. أنا ما أتكلم عن الناس اللي يسافرون لأجل المرح والترفيه، ولا الذين ينتدبونهم شركاتهم وغيرها بدراهم، لأن هذا قلبه معلق بالدراهم، وهو ذليل من الذل، ما هو من ذليل من الذل، لأن الذليل من الذلة غير الذليل من الذل. الذل بمعنى أن كالدابة التي تكون حرون، لو عندك خيل أو حمار
من هذه الحيوانات ولا تستطيع ركوبها أو أنها لا تطيعك، تقوم تروضها حتى تتمكن وتستقيم وتعلم أنك إن دعوتها جاءت، وإن طلبت منها الوقوف وقفت، بعد ذلك تكون معك. النفس كذلك، إن ضبطتها انضبطت معك. فهذا الرجل الذي يسير ويذهب مع رفقة لا تلائمه طمعا في المال الذي يتحصل عليه من وراء ذلك، فيه من المهانة، يقبل الضيم ويسمع الكلمة، لأن الكلمة الشاعة لا تهمه في أذى الناس لكن يهمه في نفسه، يلمزونه ويؤذى مع ذلك ساكت، لأن لا يفوته هذا تلك الفائدة. لكن الرجل الحر المؤمن تجده غريب في سفره، غربته في سفره تستدعي أن نفسه منكسرة، يود متى يعود لأجل أن يجد شيئا من عزة في البيت وفي المسجد وعند أهل قريته أو عشيرته، لكن المغترب غير ذلك. إن اغتربت يا عبد الله حتى في حج وعمرة ستعرف هذا المعنى، من سلك وأدرك عرف هذا المعنى. ما نترك على ما تحدث على الشطار الحذقين في دنياهم، يذهب لأجل أن يتاجر وهو في عمرة، كيف يكسب وبأي وجه يكسب، لا، هذا ما همه ما الذي يلاقيه. نتكلم عن أصحاب العفة الذين يريدون أداء حق الله وما طلب منهم في تجارة أو غيرها، هذا يا عبد الله قلبه منكسر. ولذا لما جاء في الدعاء في أكل مال الحرام قال: ورجل، هذا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، رجل يطيل السفر، عرفنا الأسفار عند الصحابة ما هي، يطيل السفر أشعث أغبر، أشعر يعني شعره منفوش، ما في كده ولا في يدهنه بدهن ولا يرطبه، السفر لا يتأتى فيه جميع هذا، فدل على أن السفر في الطاعة وفي الحج لما يكون أشعر أغبر أقرب إلى الله عز وجل من سمت ذاك الذي كأنه خرج من حمام، سافر من ديار بعيدة ووقف في عرفات تظنه أنه خرج من بيته الساعة، لأنه إنما يهمه نفسه وشخصه. فلما قال أشعث أغبر دل على أن الشعث والغبار إذا كان في سبيل الله أو في وجه الله إحدى أسباب إجابة الدعوة، يعني أن الله يحب ذلك. قال أشعث أغبر يمد يده إلى السماء: يا رب يا رب. شوفوا الصفات التي بها يستجاب الدعوة ويرفع يديه. قال: مشربه حرام ومطعمه حرام وملبسه حرام، فأنى يستجاب له. ليس مقصودنا أن الحرام يمنع وأن اللباس الحرام يمنع إجابة الدعوة، إنما مقصودنا أنه مع مسوغات إجابة الدعوة: السفر ووجود الثعش الشعث والغبرة، مع ذلك ما يستجاب له، هذه مسوغات يستجاب لها العبد. لما يكون أشعث أغبر ويمشي بين ملأ، يعني بين أقوام، أناس ثيابهم نظيفة وأشكالهم زاهية وهم في نضارة يذهبون، وهو يدخل المسجد بهذه الصفة وهو يذهب إلى الأسواق بهذه الصفة، أتظن أن حالته التي تخالجه في نفسه كمثل ذاك اللي هندام طيب؟ لا، يتفاوت، لأنه هذا منكسر، يظن أن الناس ما يعجبهم شكله ولا ريحته ولا كذا،
فهو منكسر الخاطر مع التعب، ما يقول للناس غدوني أين آوي، يصبر ويسكت. هذا مظنة إجابة الدعوة قريبة، لأن قلبه منكسر وخاطره يتألم منه. تجده يشارك الوالد في الولد في هذا المعنى، أوليس كذلك؟ اسمعوا الذي يليه ممن أخبر صلى الله عليه وسلم أنه يستجيب له دعوته. قل يا عبد المغني. ودعوة المظلوم ودعوة المسافر. دعوة المظلوم هذه لا تخص مسلم من غير مسلم. المظلوم الذي هضم حقه، اعتدي على جسمه أو عرضه أو ماله أو شتم أو أنه أخذ شيء من حقوقه. الحقوق أعم من المال، الحق يا عبد الله حق أعم من المال. إذا نام في إحدى المنتزهات أو الطرقات غير العابرة تحت شجرة فهو حق الناس بالجلوس تحتها، وإذا جاء واحد أو قضى أخذ المكان منه أو طرده أو نحاه بحجة أن عنده سيارة يضللها أو عنده مواشي يحب يأتي بها فطرد هذا المسكين وما أخذ ماله لكن سلب حقا من حقوقه. هذا المظلوم إذا رفع يديه قال يا ربي فلان اعتدى عليه، فإن الله يستجيب له دعوته ولو كان كافر. اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، يقولها صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن ليأتي بالزكوات، قال اتق الله فإنك إذا أخذت الجزية من نصارى نجران أو أخذت الزكاة من مسلم اليمن اتق أن تأخذ كرائم أموالهم، يعني الأموال التي هم يحبوها وأعظمها، خذ من المتوسط. اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. نعوذ بالله من الظلم ما يؤدي إليه. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم. المظلوم منكسر الخاطر، حتى هو دل على أن انكسار الخاطر. إيش معنى انكسار الخاطر يا عبد الله؟ لو قهرك أحد أفراد أهلك، لأن الغريب تستطيع التخلص منه، تهجره، تبتعد عنه، تفعل ما تفعل، لكن القريب مؤلم. إن انتقمت فأهلك، وإن صبرت صبرت على مضض وتعلم أنه ظالم. لما تكون ظالم، لما تتكلم مع إنسان وهو مكسور الخاطر، أتظن أن لهجته كلهجة ذاك السوي الذي خاطره غير مشوش وقلبه غير مطمئن؟ ما تجد في اللهجتين اختلاف؟ يوم يدخل عليك الإنسان ويتكلم معك كلام سريع ولا مضطرب، ألا تعرف أنه في أزمة وفي حالة؟ أنا أتكلم مع الناس لهم تجارب ويعرفون. هذا منكسر الخاطر لما يلجأ إلى الله عز وجل ويطلب منه النصفة، ترى الله رحيم ويحب من عباده أن يتذللوا له وينكسروا له. لا تسأل ربك بسؤال مترفع، لأن بعض الناس يأخذون الدعاء من باب التسلية، يرفع يديه وينظر هنا وهنا. ما لاحظتم هذا؟ هذا فارغ القلب. الدعاء إنما يتجه إلى الله عز وجل بإخلاص موقن أن الله مطلع عليك يستجيب لك. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. نعم يا عبد المغني. بسم الله الرحمن الرحيم. سائل يسأل ويقول: إذا صلى منفردا خلف الصف الأول في طرف الصف أو وسط الصف فيه مصلين، ولكن كان عاجزا لا يستطيع وصول الصف، هل تصح صلاته؟ أي العاجز المضطر، أو وجد أن الصف ملآن
ولا يمكن الصلاة إلا أن يكون وحده خلف الصف جائز. أما المقتدر ويعلم أن أمامه فرجة فلا يسدها ويصلي وحده ما معه جماعة، لا صلاة لمنفرد خلف الصف. نعم. حكم قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية للمأموم، وهل تكفي قراءة الإمام؟ إذا استمع إليها وأنصت، استمع إليها يعني عرف الكلمات التي تقال، لها حروف مركبة وكلمة، لكن الإنصات غير الاستماع، لأن الإنسان يستمع دوي الميكروفون وهو ما يدري، أو يستمع ما يقال وقلبه مشغول آخر. والإنصات أنك تلقي القلب والسمع، فالبصيرة تراعي والسمع يسمع، هذا إذا أنصت إلى الإمام تكفي قراءته عن قراءتك. وإذا كان يقرأ وأنت في واد والقراءة في واد آخر لابد أن تقرأ الفاتحة. ما القلب إذا كان لاهي بعيد قد لا يدرك هذا إلا إذا قال الإمام الله أكبر للركعة استيقظ، لأن الشيطان ما أفلته إلا في تلك اللحظة. هذا ما يعتد بها يا عبد الله عند بعض الأئمة، لا بد من قراءة الفاتحة، اقرأها سريعا حتى ولو رفع الإمام قبل أن تركع. أما إذا أنصت فقراءته قراءة لك. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة.